ايه اليوم فيها حلقة على الامتحانات يا مش نورمال بات. اي ما تنسوش ديرو جيم ابوني كومنتي. هيا ها ها حاج هبلني هاول كراس هاحفظ. ايه ماما ايه انا هنعبد هي هاولدي احفظ وما تهبلنيش باش يدي معدل مليح. هحفظ ايه ماما دك نحفظ كلش بعد. هي باش كي تدي معدل مليح وتنجح نديك البحر. ياي ايه ماما ايه دوك نبدا نحفظ بعد. هيا هحفظ يا سيدي. دراسة الوسط مكونات النبشة. كمين يا زعجر خليتك ماما تخرج. ايه خلتني نورز يا اخي عندك امتحان كيف خليتك تغرز؟ فذج ايه دبرتها. هيا نلبو يا ما نقدرش نغرز كنت فيقلي ماما تعطيني طريحة بتشيو فيقليكس هيا نلبو ياه صح. إيه فيغز ياه صح. هيا الروح هيا اسكت تصدق بي يا ماما. هيا كعوان هاني درت لك كاس يا جيميش. وراهو كعوان خريز كعوان. بلا ياه تبلي ماما رايت عيط لي. ألب أدخل لوحد الكلب تخلي قرايتك وتخرج زيديه ألب شدير هاك شوف راي هبلني تبعني في ولد سمية ولد العقرب هو حافظ وقاري دروسه وشايف اللس لي ولدي. ايه هم عندك حق اعطيه هم. هاي احفظ شين عياد امره هذا وش كاين امره. ولدك كعوان راح يدلي سكر راشد عنده امتحانات وهو قاعد البرة يلعب مع ولد سمية قاعد يفلس لي بالطفل. خلاص ما تديش تضربي لي ولدي خلاص هبتي لي ضرب دروك يحفظ ويراجع ويدي معدل مليح. اوه ما شكيتش هذا طفل يدي معدل مليح ما شكيتش اوه هيكشني هذا. لا يدي يا اخي جدي قول تحفظ ولا ما تحفظ قول. نعم تقول لي ما ها وقال لك ولدي ونعرفه ودوك يدي معدل مليح هاي نخرجوا وخلوه يحفظ واحد خرج يا مرا. ها حتفزدي طفل انت ها هاني رايح. ايه روحي بري هيا هني خارج سنتين احفظ ما تلعبش ما تبخزش بيا. مسكين طاط ريحه كل ما علينا بري انت اخي مرا علينا احفظ روح. اسمع حاب تدي معدل مليح. شفت الاستاذ تاع العلوم اللي قريك ولدو راهو صاحبي انا. ايه ومن بعد يتبعني بركة كعوان نتفاهم معاه باش يعطيك نقطة مليحة. ياه صح ياه وهكا ما تحفظ ما والو كعوان وشدي معدل مليح تبعني. انا نتبعك يا رجل جدعان. ما في دخلت في حاجة بك ذبانة بك. ايه قول لي واش نديرو شوف كي يعطيك المعلم تاعك ورقة الإجابة السؤال الأول اكتب كيما هكا انا يا كعوان وانتايا حفيان. ياش هذا يكتب كيما كنت لك مقلق روحك يا اخي قلت لك متفاهم انا وصاحبي من بعد يحوس في الورق يبدل لك ورق شكلك مقلق روحك يكتب كيما كذو لي كود باش ما يفهمش الشيف. خلاص هي هذه نكتبها الاولى. هي هذه تكتبها الاولى الثانيه وش يكتب؟ اكتب يا الحفيان يا المصلعي روح اشتري قش العمر. ايه زيد السطر الثالث وش يكتب؟ ايه زيد اكتب
هم 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 حيمي حيمي هم هم دي وستر الاخر وش يكتب؟ ما تنساش حط لي نقطة ودير شرطة واكتب تحت 20 حط لي قاعد خلاص هذا ما كان اكتب هذا عندك دوكا ما تعرف ما لو حرقد وغد وروح في الامتحان اكتب هذا وخلاص هذا ما كان هكا جدي 20 بعد هذا كنت فيها مع صاحبي بس عشرين كعوان هاي باينة جدي معدل مليح هاي باينة ايه نعطيك من درام جاليد بعد هاي واه هكا نسيك خويا ايه هكا نسيك ايه باي باي ايه باي 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 تفر شيك كعوان انا سنوفي اخوك راهي عقب الامتحان ما عرف واش دار فيها وقال بلي راني حافظ كلش 100% اواهم ولدك هذاك ماهوش قراي انا كون جيت منك شي وذاك نبدلو بطرف حديد سخون ذاني خلاص بلع انا نجيب لك طرف حديد ونعطيك بيه لفمك ديركت اه لطيف ام خلاص 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 انا ساكت ام ها هاوشه واش بيك واش بيك عوان هوا واش بيك تجري دارك احلام اجري افتح الباب اجري افتح الباب كوان كوان هروا قول لي واش درت في الامتحان اما اوجه المعلم تكعوان اما اوجه هاي واه على الاقل نسقسي ديرك على المعدل تاعو ايش فاضل ايش فاضل صحيت لاباس وان لا سلام لا كلام شي تربية هذه تاع ولدك ربيتيش ولدك انتي احشم معلم وقدر روحك وعرف عمل راك تهدر راك مع ميسي وش هولاق ما تنساش روحك واش بيه ولدي واش دار ولدك عطيناه سوجي تاع امتحان خرج عن نطاق تاع الامتحان وعمرني شتيمة في الورقة وانا ما نتحنسكوش على الهدرة هذي راح ندير له تقرير ونحبسه من الدراسة ان شاء الله يا شومي هذي كل درهم كعوانة انعم ايه وهذي الهدر جيش نقولها لك انتي باش غدوة حنفصلوه من الدراسة على واش اكتب بالرب يقول لي الحق قولي يكتب لي الحفيان المصلعية انا مصلعية انا حفيانة خلاص يا استاذ اعليا اعتبروا مات كعوان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانت حفظش ولا ما حفظش اه قول لي في التعليق بهنجيك بالبالح وبالتأيو يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب هيا ما تنسى وديروا زي مقابلين وكوحون جيل وفي لابس